وطبعا في هناك طبعا في تفاصيل لما قاله الغيث في مقاله، حيث تحدث طبعا عن إغلاق المحلات، عن وقت الصلاة تحديدا في وقت الجمعة، وتحدث عن تفاصيل كثيرة. خلينا نأخذ بعض التفاصيل معك تغريد. صحيح يا علي. إذا قال الغيث في مقاله أن إغلاق المحلات يقتصر على صلاة الجمعة، لكن الإغلاق لبقية الصلوات هو محل خلاف معاصر، وأن هذه المسألة هي محل اجتهاد. استشهد الغيث بنص قرآني ويقول أنه يرجح عدم وجوب إغلاق المحلات خلال تواقيت الصلوات الخمس لعدة أسباب، منها أن للناس متسع من الوقت لإقامة الصلاة ولا وجوب لأدائها في أول الوقت. كما قال الغيث أيضاً أن إلزام المحلات بالإغلاق في هذه الأوقات يلحق الضرر بأصحابهم وعملتهم، وفي هذه الحالة يكون دفع الضرر مقدم على الاستحباب حسب قوله. كما تحدث الغيث في مسألة وجوب صلاة الجماعة قائلاً أن إقامتها في المساجد يعد محل اجتهاد، وبالتالي يمكن للبائع والمشتري أن يصلي في أول وقت الصلاة أو آخره، كما يمكنه أن يصلي في مكانه أو في غير مكانه فرداً أو جماعة. وأضاف أيضاً أنه في حال الجهات الدينية تقام صلاة الظهر جماعة في مصلى الجهاز الحكومي، مشيراً إلى أن المصلى لا يغني عن المسجد بالضرورة، فقد يكون جماعة أو فرداً. كما تحدث أيضاً الغيث عن الأضرار والمنكرات التي تقع على الناس، تحديداً النساء والأطفال الذين يبقون في الشوارع والطرقات في حين إقفال المحلات في أوقات الصلاة. هذه هي كانت أبرز النقاط التي ذكرها الدكتور عيسى الغيث في مقاله. إليك علي. شكراً تغريد. طبعاً نحن بنتكلم عن كل هذه الدعوة التي جددت طرح بعض النقاط التي تتعلق بالخسائر الاقتصادية التي يسببها الإغلاق المتكرر للأنشطة التجارية، ولفترات حتى طويلة تتجاوز الأوقات المخصصة للصلوات، ورغم عدم وجود دراسة محلية متخصصة حول الأرقام الحقيقية في هذا الإطار، إلا أنه صحيفة الفيليب بورد الأمريكية قدرت الخسائر بنحو 120 مليار ريال على الاقتصاد الوطني المحلي. ومن جهتها حتى نفذت صحيفة مكة استطلاعا لآراء المتخصصين، ولخصت حتى من خلال عدد من الأسباب اللي توجب إعادة النظر في قرار الإغلاق، ومنها وقف خسائر بعض المصانع اللي تتطلب تتابعا في خطوط الإنتاج، والحد كذلك من تجمعات العمالة الوافدة والأسر أمام المحلات التجارية وقت الصلوات، وتخفيض قوائم الانتظار في بعض الجهات العامة والخاصة اللي تحدث عقب كل توقف عن العمل، بالإضافة للتخلص من التأثيرات السلبية لإغلاق محلات ذات أهمية خاصة مثل الصيدليات ومحطات الوقود والتموين، وبالإضافة إلى توقف الحركة الاقتصادية بشكل جماعي لأربع فترات يومياً، يشكل بحد ذاته حالة سلبية قد تربك انسيابية العمل.